وتحول المسرح إلى غزة تحت تون القصف الإسرائيلي. أطفال يصرخون ويهربون لعلهم يجدون زاوية آمنة. هذه غزة المحاصرة من الاتجاهات كافة، وأطفال بداخلها يناجون ويصرخون. من الجولان السوري المحتل قادم، فرقة عيون تجسد مونولوجات غزة على مسرح القصبة بمدينة رام الله. أطفال يؤدون صوت الضمير. نعرف أنه إذا الشعب أراد الحياة يوما لابد للقيد أن ينكسر، وأنه نحن منقدر بأصواتنا حتى لو نحن صغار، حتى لو أعمارنا صغيرة، منقدر نحكي مع هاي الدول الكبيرة المضطهدة اللي بتأسرنا حريتنا. نحن قررنا أنه نمثل أطفال غزة لأنه حالتنا طبعا نحن بالجولين متشابهة. نحن مثل ما قالوا أنه نحن فقدين الحرية، ما نحن مش أنه عشان نخلي العالم كله يبكي على أطفال غزة، نحن بس عم نفرج الناس أنه مثل ما أطفال غزة عم بيعيشوا بنفس الألم نفس المعاناة، نحن عم نعيش بالهضبة بنفس الشيء وفقدين للحرية بشكل أنه مش طبيعي. حبينا نوصل رسالة، ونوصل رسالة لكل أطفال العالم كل أحرارة أنه بفلسطين وبالجولان شعب يريد أن يحيا وشعب يريد أن يتقدم وأن يتطور. هذا العرض جاء للإعلان عن انطلاق المهرجان الدولي الثالث لمؤسسة عشتار موسم مسرح المضطهدين 2011. مونولوجات غزة مشروعنا الكبير اللي راح على الأمم المتحدة، فإنه كان مجدي إنه نفتتح فيه المهرجان لأنه مشروع كبير و عمل أصداء كبيرة في لمسرح عشتار. العرض اللي كان اليوم بحكي الأشياء الحياتية اللي صارت بالحرب، ما بحكي عن الحرب وعن الأشياء التقليدية اللي بتصير بالحرب، الحرب حرب، بحكي عن الأشياء اللي ما نحكى عنها، عن المسكوت عنها. كتير كان حلو العرض، وبتوقع إنه الرسالة إنه يوصلوا لنا إنه كيف كانوا بالحرب وكيف معاناتهم وأشياء، عشان نحس إحنا شوي معهم. بيسلط الضوء على واقع ومعاناة غزة اللي إنسانياً وقانونياً وحسب جميع التشريعات غلط وخطأ، فممكن إنه يؤدي لحراك مجتمعي لتغيير نحو الأفضل بإنهاء الحصار ورفع الظلم عن غزة. لما الحرب قامت على غزة. مونولوجات غزة ساعت عشتار من خلالها إلى نقل أحاسيس وأفكار 33 طفلاً غزي، وحياتهم الشخصية ما قبل حرب غزة وأثناءها وما بعدها. قصص تكشفت من بين المنازل المدمرة. عمل فني يسلط الضوء على طفولة فلسطينية سحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية. عرض في أكثر من 30 دولة حاملا رسالة الطفل الغزي إلى العالم، الميت الضمير كما يصفونه. ترويض العولمة، هكذا وصفها أحد الكتاب عندما تنقل رسالة شعب جريح عبر خشبة مسرح وتتنقل بها في أرجاء العالم حاملا وجع المضطهدين. مونولوجات غزة استطاعت أن تكسر الحصار وأن تحلق في فضاءات الإبداع، فاضحة ومعرية مجازر إسرائيل. نزار حبش من أمام مسرح وسينماتيك القصبة في مدينة رام الله، تلفزيون القدس.